بينما أنا كذلك وإذا أشوف طفلة دخلت علي الغرفة، يقول التفتت لي تلك الطفلة وقالت لي قم من مكانك، يلا قوم. قلت لها أنا ما أقدر يعني أقوم، مربوط أيديني ورجولي وطاير عقلي، أنت منه؟ قالت لي أنا التي توسلت بها. الحين القصة هذه واللفة الطويلة بيقولهم ادعوا غير الله. هذه صورته، صورة حسين الفهيد في المستشفى. وين الناس عنه؟ مو أنت من النعات، خليك من الطبيب، ايش تبي في الطبيب؟ خلوني أوريكم سالفة ظهور الأموات لهم في الحياة. هل الحسينيات تتكلم عنها؟ المهم اسمعوا من حسين الفهيد، هل فعلا رقية تزور واحد في المستشفى؟ زيارة مو في المنام، لا هي جاية بنفسها طالعة من القبر. شوف يا أخو، يقول أنا سلمت الأمر وقلت لهم خلاص صووا العملية. يقول أجروا العملية، يوم ثاني الأطباء داير ما داري قالوا لي بس إحنا يعني بنقول لك شيء وأنت رجل مؤمن وخير، قال ترى العملية ما نجحت وإحنا الآن جايين نخبرك أنك تعهد بعهدك وتوصي بوصيتك، يعني الأيام هالقلائل 3-4 أيام وتموت، فأنت وصي بوصاياك. يقول رجل مؤمن هذا فوض أمره، خادم من خدام الحسين فوض أمره، فأرسل إلى أهله وإلى أحبتي تعالوا، هو أخبرهم قال ترى أنا الآن هذا الوداع الأخير. يقول اللي حز في نفسي، يقول عندي طفلة صغيرة، يقول شفتها جات يمي مسرعة رمت بنفسها علي، يقول أنا ألا شعوري أنا حضنتها وبدأت أبكي بكاء شديد. هو يذكر القصة ويقول له كان يبكي بكاء شديد الموجودين داخل الحسينية بكلش، قاعد يسولف عن واحد صارت له كرامة ولقى البنت وقاعد يبكي بكلش. طبعا هذا الزر دقة يشتغلون لطامة أهل بكاء وعودوهم على البكاء. بدأت أبكي بكاء شديد على طفلتي هذا، سلام الله على الأطفال الغريب. يقول عن لين جاءوا أخذوها مني ودعوني، فأنا هالطفلة طفلتي الصغيرة مالت بي إلى طفلة الحسين. عندك علة، عندك حاجة، مالت بي إلى طفلة الحسين. اشتغل اللطم وأنت تشوف ويقول نص كلامه يقول جاء الشرك الحين، القصة لتسويق الشرك. عندك أمر متعسر، عندك شدة، هام غام. يقول فبدأت أرثي السيدة رقية، بدأت أجيب نعاوي أنعى. الحين القصة هذه واللفة الطويلة بيقولهم ادعوا غير الله. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين، وحسين الفهيد يقول وإذا مرضت فالسيدة رقية تشفين. شايفين أنتم أهل توحيد ولا شنه بالضبط؟ إيه كمل. وأبكي بكاء شديد على هذه الطفلة طفلة الحسين. يقول فبينما أنا كذلك وإذا أشوف طفلة دخلت علي الغرفة، يقول أنا قلت يمكن هذه واحدة من الأطفال اللي جايين يزورون في المستشفى. يقول التفتت لي تلك الطفلة وقالت لي قم من مكانك، يلا قوم. قلت لها أنا ما أقدر يعني أقوم، مربوط أيديني ورجولي. يقول قالت لي مرة ثانية قلت لك قم. تدرون من طلعت الطفلة هذه؟ هذه بنت الحسين رضي الله عن سيدنا الحسين، طالعة من قبرها وجاية المفحط هذا في المستشفى وتقومه وتشفيه فل كامل، كل الأمراض والتكسير والتعب والهذه كلها انحلت، وجاية الطفلة داخل المستشفى. ترى مو حلم، علم مو حلم، واقع. جاية في المستشفى إيه طلعت له، وبعدين قوم. يقول قلت لها أنت منه بنيتي؟ قالت لي أقول لك قوم. يقول طالعت إيديني ورجولي ما في ذاك الرباط، مربوطين مو مربوطين. يقول أنا تالي سألتها وطاير عقلي، قلت لها أنت منه؟ يقول التفتت لي قالت لي أنا التي توسلت بها. أنا الذي توسلت بها، راحت طلعت من قبرها وجات في الحسا وقعدت عنده وفلت الرباط، وطفلة صغيرة يعني ما أدري. والله يا أخواني أحار في وصف هذه العقول، حالة فعلا هستيرية. أنا اللي قاعد تتوسل بيه ما عرفت لي؟ يقول أنا أجهشت بالبكاء وأنا أبكي، التفتت ما شفتها يمي. يقول ألا شعوريا قمت من على سريري وأنا أعدو أبحث عنها، شافوها الأطباء تعال وين قال أين الطفلة التي دخلت إلى غرفتي؟ قالوا ما شفنا طفلة، قال توها عزيزة الحسين هي جاتني.
ونادوا السكرتية وتعالوا يا شرطة، في طفلة جات ما شفتوها وين طلعت، اختفت فجأتين وفجأتين اختفت فجأة. هذه يا كثر ما يسولفون فيها، المهدي جاءهم وشفى مريضهم وأعطاهم وأنقذهم في الصحراء واختفى فجأة، هذه بعد جات واختفت فجأة. هو قام ما شاء الله يراكم، قالوا ما شفنا طفلة، قال توها عزيزة الحسين هي جاتني وقالت لي قوم ما عليك سوء قوم خلاص، يا الله من مال الله يا عزيزة الحسين، محبينك والموالين ليك جايينك الليلة بحوايجهم ذابين حمولهم عليك. أين الله؟ القلوب لا تتعلق بالله، تتعلق ببنت صغيرة لو كانت تنفع وتضر لنفعت أباها الشهيد، لنفعت أهل البيت في الطف، بل الحسين لم ينفع أهل بيته. عباد صالحون لكنهم ليسوا أربابا، هم أموات في حياة البرزخ مفصولين عن الدنيا، لا يرونك ولا يسمعونك ولا ينجدونك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صح صح يا شيعي، سواليف هذه تنطلي عليكم لا تجد ما يشبهها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في دين الإسلام، لا تجد ما يشبهها إلا عند النصارى، عند اليهود، عند الهندوس، عند الخرافيين، ما تلقى شيء في كتاب الله يشبه هذا. وجاءت وانطتها مرادة ومشت، وصارت هي رب السماوات والأرض تشفي وترزوق. ولذا الدعاء وين يتوجه؟ يتوجه لله ولا زينب ورقية وفاطمة؟ يتوجه لهم. أيهما أعظم شأنا، أنك تطلب من الله بجاه الحسين أو تروح للحسين؟ حسب موازين الفكر الله يريدك تروح للحسين مباشرة. أقول يا الله غلط، قبل أن تقول يا الله أولا توجه إلى أهل البيت ثم قل يا الله ثم أطلب من أهل البيت أن يقولوا لك يا الله، عند ذلك الله عز وجل يجيب. وقال ربكم ادعوني أنا لا غيري، ادعوني أستجب لكم، لا رقية ولا محمد ولا أبو بكر ولا عائشة ولا عمر ولا علي، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا من تستكبرون عن دعاء الله بتخاريف وضلالات وأكاذيب على رب العالمين وعلى رسوله، تزعمون أنه شرع دعاء غيره، ويلكم من هذا الوعيد الشديد من الله. شايفين يا أخواني؟ هذا واقع الحسينيات الشيعية من الداخل، شوفوا وين مصلين فيهم، إلى كربلاء، مودينهم إلى الشرك، إلى الأموات. حسين الفهد هذا اللي قال لك والمستشفى مرت وخرج من الغرفة يبحث عنها هذه صورته، صورة حسين الفهد في المستشفى. جاتك رقية يا حسين الفهد، وين الناس عنك؟ مو أنت من النعات؟ والله راح المستشفى يتعالج وقاعد عند الطبيب، يا طبيب والله أنا رجلي وراسي وجسدي. رقية رقية خليك من الطبيب، ايش تبي في الطبيب؟ انتظر ذيك اللي قاعدة تمر على الناس تشفيهم بهالطريقة، ايش تبي الطبيب انت؟ هذا للضحك على عقولهم، شايفي؟ مثل السيستاني تماما، يوكلهم التربة الكربلائية ويفتي لهم بأنها شفاء، ويوم انه مريض راح لندن. التراب والخرافة لكم انتوا يا شيعة عشان فلوسكم، هم مستشفيات طيارات مليارات، خلوكم في هالواقع هذا وهم في واقعهم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.